السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائنا الأعزاء في درسنا الأسبوعي من أكاديمية ألف ري لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. في درس اليوم سنتحدث عن أقسام المنزل وأثاثه. محاور الدرس أقسام المنزل. أقسام المنزل وأثاث المنزل. أثاث المنزل نبدأ بالمفردات كما اعتدنا. المفردات الأولى منزل. منزل هذا يسمى منزل. منزل غرفة. غرفة الكبير منزل داخله غرفة. غرفة صالة. صالة انظروا إلى حجم الصالة، هي الفسحة في المنزل. صالة. صالة شرفة. شرفة هذه شرفة. شرفة. والآن هيا نختار مع بعضنا. ما هذه الصورة؟ ما هذه الصورة؟ هل هي منزل، غرفة، صالة؟ هيا نختار. الإجابة هذه الصورة منزل. نعم هذه صورة منزل. نتابع. صي الصورة بما يناسبها. ما هذه؟ هل هذه غرفة أم شرفة أم صالة؟ سنرى الإجابة الآن. نعم هي صالة. صالة. ما هذه؟ هل هذه شرفة أم غرفة؟ سنرى. هذه شرفة. شرفة. لنرى الآن الصورة الثالثة. هذه غرفة. غرفة. نعم. نكمل. في المنزل غرف. أسماؤها غرفة الجلوس. غرفة الجلوس انظروا هذه غرفة الجلوس. غرفة الجلوس نرى. غرفة الضيوف. الضيوف. غرفة الضيوف عندما يأتينا ضيف رجل غريب يجلس هنا. غرفة الضيوف. انظروا. غرفة النوم. غرفة النوم. غرفة النوم. نعم. وهذه غرفة الأطفال. غرفة الأطفال. نعيد. غرفة الأطفال. غرفة الأطفال. اختر المناسب. ما هذه الغرفة؟ هل هذه غرفة الجلوس؟ أم غرفة النوم؟ أم غرفة الضيوف؟ من سيشاركنا اختيار الإجابة؟ هذه غرفة الجلوس. صحيح هذه غرفة الجلوس. نتابع. لنصل الآن الصورة بما يناسبها. ما هذه؟ هذه غرفة ماذا؟ سنرى. نعم غرفة النوم. هذه غرفة النوم.
وما هذه الغرفة؟ هي غرفة الأطفال، غرفة الأطفال. صحيح، لنرى الصورة الأخيرة، هي غرفة الضيوف، غرفة الضيوف. انظروا غرف المنزل، نعيد، غرف المنزل، غرفة الجلوس، غرفة الضيوف، غرفة النوم، وغرفة الأطفال. انظر في المنزل أيضا مكان إعداد الطعام، مطبخ، مطبخ. انظروا هذا اسمه مطبخ، مطبخ. ومكان الاغتسال ما اسمه؟ حمام، حمام. لاحظوا معي، نعيد، مطبخ، حمام، حمام. هيا اختاروا، ما هذا؟ هل هذا غرفة الجلوس؟ هل نجلس هنا؟ هل هذا غرفة الجلوس أم حمام؟ حمام أم مطبخ؟ مطبخ. نعم يا مسعود، مسعود أجابنا، هذا حمام. أحسنت يا مسعود، سنرى الإجابة الآن. صحيح، ما شاء الله، هو حمام، هذا حمام. هيا أجيبوني، ما هذا؟ ما هذا؟ هل هذا حمام أم صالة أم مطبخ؟ وعليكم هذا المطبخ. السلام علي طالبا، أليو علي عمر يقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا علي. هذا حمام أم صالة أم مطبخ؟ هذا نرى، ما هذا؟ مطبخ. مطبخ، نعم، هذا مطبخ. هيا حدد ماذا في المنزل. في المنزل، في المنزل حمام وصالة وغرفة نوم. في المنزل حمام وصالة وغرفة نوم. أين الحمام؟ نرى، يقول هنا في المنزل حمام وصالة وغرفة نوم. أين الحمام؟ الحمام هو الصورة رقم أربعة. نعم يا مسعود، أحسنت، الحمام هو الصورة رقم أربعة. لنتابع، الصالة، أين الصالة؟ في أي صورة هي الصالة؟ رقم الثالثة. نعم، الصورة رقم ثلاثة، صالة، صالة. بقي عندنا غرفة النوم، أي صورة هي غرفة النوم؟ هل هي الصورة رقم واحد أو اثنان أو خمسة؟ رقم الثاني. هي رقم اثنان. رقم اثنان، غرفة نوم. نتابع، هذه أقسام المنزل انتهينا منها. هذه أقسام المنزل، ما هي أثاث المنزل؟ أثاث المنزل الأشياء
الموجودة في المنزل. هيا نتعرف على بعضها. أريكة، أريكة. انظروا، هذه أريكة، أريكة. سجادة، سجادة. طاولة، طاولة. هذه طاولة. وهذه لوحة، لوحة. نضعها على الحائط. لوحة، لوحة. ساعة، ساعة. انظروا، هذه اسمها ساعة. الآن اختري المناسب. ما هذه الصورة؟ هل هذه سجادة أم ساعة أم لوحة؟ هذه، لنرى الإجابة الآن. هذه سجادة. نعم، هذه سجادة. اثنين، صل الصورة بما يناسبها. ما هذه الصور؟ ما هذه؟ هل هذه طاولة أو لوحة أم ساعة؟ هيا لنرى الإجابة مع بعضنا. لوحة. نعم، هذه لوحة. لنرى الآن ما هذه الصورة. هل هذه الصورة طاولة أم ساعة؟ أحسنتم، صحيح، هذه صورة ساعة، ساعة. والصورة الأخيرة طاولة، طاولة. يمكن اختر المناسب. ما هذه؟ سجادة، ساعة، أريكة. لنرى. نعم، هذه أريكة، أريكة. حدد ماذا أريد. أريد أريكة وسجادة وطاولة. أريد أريكة وسجادة وطاولة. حدد لي ماذا أريد. يقول مسعود هم الأرقام 2 5 4، أو في الترتيب 4 5 2. أريكة هي رقم 4. لنرى يا مسعود. ما شاء الله، صحيح. الجواب الأول صحيح، أريكة رقم 4. يقول مسعود سجادة هي رقم 5، فهل هذا صحيح؟ لنرى. نعم، نعم، ما شاء الله، هذا صحيح. رقم 5 هو سجادة. لنرى الآن طاولة. هل طاولة رقم 2 كما قال مسعود، أم رقم 1، أم رقم 3؟ لنرى الإجابة. ما شاء الله، صحيح، الجواب كله صحيح. الطاولة هي الصورة رقم 2. هنا طاولة، أريكة، سجادة. الصورة رقم 1 لوحة. الصورة رقم 3 ساعة، ساعة. نعم، لنتابع. نتابع الآن في بعض أثاث المنزل. كرسي. انظروا، كرسي، كرسي. هذا اسمه كرسي، كرسي. علاقة ثياب، علاقة ثياب. هذه علاقة ثياب.
انتابع سرير سرير في غرفة النوم سرير ننام على السرير سرير ما هذه ستارة 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 نضع الستارة أمام النافذة ستارة هذه ستارة ينتبع خزانة خزانة هذه خزانة كل هذه الأشياء نجدها في غرفة النوم نعم في غرفة النوم لنعد هذه الأشياء في غرفة النوم نجد كرسي ممكن نجد علاقة ثياب علاقة ثياب سرير ستارة وخزانة خزانة لا نتابع اختر المناسب ما هذه الصورة؟ هل هذه صورة طاولة أم صورة كرسي أم صورة سرير؟ أنا هذا كرسي منكم الإجابات هذه صورة ماذا؟ لنرى من أجابنا أجابنا مسعود مسعود يقول الجواب رقم 2 كرسي كرسي أحسنت يا مسعود الجواب 2 كرسي هذا كرسي لنرى الآن ما هذا الشيء الصورة رقم 1 ما هذا الصورة رقم 2 ورقم 3 ما هذه الأشياء 1 خزانة أم علاقة ثياب أم سرير هيا نرى الإجابة سرير نعم هذا سرير ننام على السرير هذا سرير لنرى الصورة الثانية نعم خزانة خزانة نضع الأغراض في الخزانة خزانة والصورة الأخيرة علاقة ثياب علاقة ثياب اختر المناسب ما هذا؟ ما هذا القماش؟ ما هذا الشيء؟ هل هذا ستارة أم خزانة أم علاقة ثياب؟ لنرى الآن ستارة ستارة نعم يا حسن أجابنا حسن هذا ستارة هذه صورة الستارة نعم هذه ستارة مثلاً حدد ماذا أريد أريد خزانة وسريرا وستارة أريد خزانة وسريرا وستارة هيا أخبروني أين هذه الصور بالترتيب خزانة سرير ستارة من أجابنا؟ أجابنا مسعود مسعود طالب مجتهد يقول 3 1 5 الخزانة هي الصورة رقم 3 هيا نرى الإجابة هل هذه خزانة؟ نعم نعم هذه صورة خزانة أحسنت يا مسعود ما شاء الله هذه خزانة أين السرير؟ هل هو رقم 1؟ نرى الآن 1 نعم السرير هو رقم 1
خزانة خزانة وسرير سرير. أين الستارة؟ هل الستارة الصورة رقم 2 أم 4 أم 5؟ لنرى الإجابة. ما شاء الله، أحسنت يا مسعود، إجاباتك كلها صحيحة. الصورة رقم 5 ستارة ستارة. ما هذه إذن رقم 2؟ هذه صورة علاقة ثيابك، علاقة ثيابك، وهذا كرسي كرسي. لنتابع. أريد أيضا نكمل مع الأدوات في المنزل. هذه صورة ثلاجة ثلاجة. نضع الطعام في الثلاجة ثلاجة. انظروا، هذه ثلاجة. غسالة غسالة. أغسل الغسيلة في الغسالة غسالة. لنتابع. هذا فرن فرن و أو غاز غاز. انظروا، هو في الأعلى هنا غاز، في الأسفل فرن. يمكن أن نقول فرن أو غاز غاز. هذا سخان سخان، يعطي الماء ساخنا سخان. هيا نتابع ولنختار المناسب. ما هذا الشيء؟ ما هذا؟ هل هذه أو هذا فرن؟ هل هذا فرن أو غسالة غسالة أو ثلاجة ثلاجة؟ ما هذه الصورة؟ هذه غسالة. من يجيب؟ هذه صورة ماذا؟ هل فرن نصنع الطعام به؟ فرن أو غسالة نغسل الغسيلة بها؟ أو ثلاجة نضع الطعام فيها؟ من أجابنا؟ نعم، أجابنا مسعود، يقول هذه غسالة. الإجابة رقم 2. لنرى. ما شاء الله، أحسنت أحسنت. الإجابة رقم 2. وأيضا يا آسيا، شكرا، عفوا، أنيسة أنيسة. نعم يا أنيسة، أحسنت أيضا. هذه غسالة، الصورة رقم 2 غسالة. نعيد، انظروا، هذا 1، ما هذا؟ 2 و3. لنبدأ بصورة رقم 1. هل هذه الأداة، هذا الشيء، فرن أو سخان أو ثلاجة؟ أخبروني، ما هذا الشيء؟ هل هذا فرن أو سخان أو ثلاجة؟ سنرى الإجابة الآن. سخان، نعم، هذا سخان، هذا للحمام، يعطي ماء ساخنا سخان. الصورة الثانية، هذه الأداة أو هذا الشيء فيه طعام، ما هذا؟ صحيح، ثلاجة، هذه ثلاجة. والصورة الثالثة هي فرن فرن أو غاز. يمكن أن نقول فرن أو غاز. هيا نتابع. حدد ماذا
في المطبخ؟ حدد ماذا في المطبخ؟ من سيخبرنا ماذا في المطبخ؟ يقول أو تقول الجملة: في المطبخ ثلاجة وغسالة وغاز. في المطبخ ثلاجة وغسالة وغاز. أين هذه الأدوات الثلاثة؟ أنا أنتظر منكم الإجابة لنرى. يجيب حسن، يقول: الثلاجة رقم ثلاثة ورقم اثنان الغسالة، والغاز رقم أربعة. نعم، وأيضا مسعود أنور يقول بنفس الإجابة. أنيسة، ما رأيك أنت؟ هل الصورة رقم ثلاثة هي الثلاجة، ورقم اثنان غسالة، ورقم أربعة غاز؟ إذا ما هي الصورة رقم واحد والصورة رقم خمسة؟ أجابت أنيسة أيضا: أربعة ثلاثة اثنان. لنرى الآن، لنرى أي الإجابات هي الإجابة الصحيحة. في المطبخ ثلاجة، سنبدأ بالثلاجة. صحيح، رقم ثلاثة هي ثلاجة، الثلاجة رقم ثلاثة. وغسالة رقم اثنان. نعم، رقم اثنان غسالة، ورقم أربعة هي الغاز، غاز أو فرن. أحسنتم، أنتم الثلاثة أجبتم بشكل صحيح. أنيسة أجابت بشكل صحيح لكن ليس بالترتيب. نحن نريد الترتيب. أحسنت يا أنيسة، بارك الله فيك. إلى هنا ينتهي درسنا اليوم أيها الأصدقاء الأعزاء. إن أراد أي منكم أن يتحدث فيمكنه أن يفتح الصوت ويخبرنا عن منزله. ماذا في منزلك؟ أنا مثلا، أنا في منزلي صالة وغرفة نوم وغرفة جلوس وغرفة أطفال. في منزلي شرفة. في منزلي حمام ومطبخ. في منزلي غرفة جلوس. في غرفة الجلوس طاولة وأريكة وساعة ولوحة. أيضا في غرفة النوم سرير وخزانة وعلاقة ثياب وستارة. وأيضا في المطبخ ثلاجة وغسالة وفرن. هذا في منزلي. هل يريد أي منكم أن يخبرنا ماذا في منزله؟ ننتظر إن أحب أحد المشاركة. مسعود، نعم نعم، أخبرني الآن يا مسعود. نعم أسمع، تفضل. ماذا في منزلك؟ منزلي في كرسي. نعم، في غرفة الجلوس كرسي وطاولة.
وساعة وفرشة. ما شاء الله. وماذا في غرفة النوم؟ هذا سرير وطاولة وستارة. نعم. هل يوجد في المطبخ ثلاجة؟ لا 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 يوجد ثلاجة. ماذا في المطبخ؟ في المطبخ فرن وطاولة نعم وثلاجة. أحسن. في المطبخ عندك فرن وثلاجة وطاولة. مسعود، هل في منزلك غرفة أطفال؟ نعم. نعم، ما شاء الله. أشكرك جزيل الشكر يا مسعود. شكرا لك. شكرا لك. هل هناك أحد آخر يريد أن يشاركنا؟ إذن نكتفي الآن بهذا القدر من درسنا اليوم. درسنا اليوم انتهى. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في دروس قادمة. شكرا جزيلا لكم.